هذه سريعه محاوله لاحمد الاشقر، والاشقر يمر طولها على نفسه، طولها على نفسه خلاص وانقطعت. لازم يقطع ويسلم العازمي، والعازمي ينقلها على جهه اليمين. محاوله احمد الاشقر غير مكانه وشايت، لكن وين غير مكانه على طول على الجهه اليمنى. وتسديده قويه من احمد الاشقر، اول تسديد برا الملعب الى ضربه مرمى. هذا الاردني طبعا مواليد الكويت ويعرف تمام الانديه من يوم كان صغير، والان شوف الكره اللي لعبها قويه للامانه، لكنها برا الملعب الى ضربه مرمى. احمد الاشقر يبدا التسديد للفيصل، اوقات الحرجه كره مقطوعه على طول. شادي الهمامي الاشقر الى بوبي، يعني التعادل في مباراته وكلفته الكثير. على العموم هذه كره احمد الاشقر، الاشقر والعرضيه وين برا الملعب الى اول ركنيه، اول ركنيه ايضا تاتي الان لنادي الفحيل. معناها كلامي صح ان الفحيل هو الاكثر وصولا، واكثر هو الاكثر وصولا واكثر خطوره على مرمى احمد الدوسري، لكن لم يختبر دوسري اللي امامكم. الاشقر راحت منه واحده فوق العارضه، تاخذ مع عبد السليمي، توصل للاشقر عبد السليمي، تروح من الاثنين وتبدا الهجمه. اوتافيو زين دشتيشه، شادي الهمامي، عبد العزيز السليمي، هيا الاشقر. اخطر فرصه واقوى فرصه للفحيحيل، سليمي سلم صح لاحمد الاشقر، هديه لم يستغلها صح، لعبها فوق. شوف شوف عبد العزيز السليمي، يا السلام والله سلمها لك، والله قال لك يلا يا الاشقر، يلا يا ولد النشامه سجل للفحيحيل. المرتدة السريعة أحمد الأشقر بيصيدها ولا لا؟ صادها صادها صادها، بيحاول يمر الأشقر، كرة معاه، يبحث عن لاعب، في ثلاث لاعبين، ثلاث مدافعين على واحد، أربعة صاروا على واحد، والآن بيلعب العرضية خطيرة، ممكن يسلم لشادي الهمامي، ما وصلت، ما يعطونا فرصة. شادي الهمامي انتقل ولعب كرة يا شادي لأحمد الأشقر، وهنا الكرة وين؟ برا الملعب إلى ضربة مرمى. شاهين العلي تروح منه سهلة، عبد العزيز السليمي لأحمد الأشقر، الأشقر الأشقر الأشقر، وشادي الهمامي وأيضا يشيلها.